بقول صراحه في ظل الكواليس اللي كتقوموا بها والعلاقات وربط العلاقات، هل نقول ان الجزائر حضور ان شاء الله باش كنت متواجد في المكتب التافي؟ بكل صراحه بكل ارتياح، ما دام نمثل بلد اسمه الجزائر والله لا اخشى، لان انا نقول لك بصميم قلبي لما التواصل اللي كان مع اتحاد مع رئيس اتحاد مع سي قاسمي مع في باريس في المؤتمر هذاك تاع فيفا، عطاونا صوره وعطاونا مدى قيمه الجزائر على مستوى الخارجي. كذلك الفرصه من 18 حتى اليوم اعطات نفتخر بان ننتمي ولا مترشح لبلد اسمه الجزائر. اسم هذا وحده يخليك تكون متفائل، وانا اقولها واركز ما اقول، جزائر كما قلتها لرئيس الكاف مرارا انها قاره وتحترم، قالوها لنا اعضاء نافذين حتى في الكاف. الجزائر من غير المعقول ان تكون لا ممثله على مستوى الكاف، وهي قاره كره قدم، قاره من ناحيه جغرافيه، قاره من ناحيه سياسيه، قاره من ناحيه الجزائر مكانتها كبيره. ولذلك انا اقول كما كان اخويا مراد، لابد ان كل الموجودات تكون بغض النظر عن الاختلاف ربما الشخصي الذي ما يدش بنتيجه، لان اخر مطاف فوز هي الجزائر، او قدر الله انهزام هي الجزائر، وهذا ما نتمناه، لان الجميع كل كاعلاميين كاسره رياضيه كسياسيين كانوا يتاسوا لماذا الجزائر لم توصل متواجده، وهي تعلم جيدا حتى على مؤسسات السياسيه ان الجزائر ما يخفاش عليك هي السفير على مستوى البلدان الافريقيه لدى الاتحاد العربي هو الجزائر. يعني الجزائر متواجده على جميع المستويات من الناحيه الافريقيه. ولذلك انا اقول باللي اليوم ترشح هذا باسم الجزائر يخليك تتفائل بغض النظر على امور.